الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ونحن مقبلون على هذه الأيام الطيبة، أيام العشر الأول من ذي الحجة، دائما ما نسمع الحديث الشهير، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقال الصحابة الكرام: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، هذا الحديث حديث مشهور كلنا نعلمه، وكلنا في كل عام بنسمعه، ولكن منا من يتفاعل معه ومنا من لا يتفاعل معه. يعني كلنا عارفين الموضوع ده، قضية العلم مش هي دي اللي نقصانا، كلنا عارفين فضائل الأعمال، كلنا عارفين فضل العشر الأول، وقد يكون الواحد فينا حافظ الأحاديث والآيات والآثار أكثر من المتكلم نفسه، لكن تظل المشكلة دائما: لماذا تأتي علينا العشر ولا نعمل؟ يعني أنت عارف وفاهم وحافظ، وعارف قول ابن عباس أن صوم يوم يعدل صوم سنة، والحسنة تضاعف إلى 700 ضعف، وقول أنس أن اليوم بألف ويوم عرفة ب10,000، وقال بعض السلف: صوم يوم يعدل صيام سنة، وقيام ليلة تعدل قيام سنة. الحاجات دي محفوظة وكلنا عارفينها، وعارفين قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيام العشر أفضل أيام الدنيا. لكن نحن كل عام نأتي عند التطبيق وما يحصلش تطبيق، خلاف العشر الأواخر من رمضان مثلا نجد فيها همة. لماذا لا نجد همة في العشر الأول من ذي الحجة؟ هي دي مشكلة. يعني ليه بنجد همة في رمضان ولا نجد همة في العشر الأول من ذي الحجة؟ لأن رمضان وضع مختلف، رمضان تصفط فيه الشياطين، رمضان يعني تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، رمضان فيه صيام وفي جو عام، الصيام فريضة وفي جو عام كده مشجع. لكن العشر الأول من ذي الحجة ليس فيها أي من هذه المزايا، فليس فيها إغلاق لأبواب الجنان النار، ولا فتح أبواب الجنان، ولا تصفيد للشياطين، ولا يوجد صيام فريضة، ولا يوجد جو عام يساعد على العبادة. إذن أين السر؟ كيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل الصحابة نقلة نوعية في هذه الأيام، بحيث أن أدائهم في أيام العشر يكون يمكن زي أدائهم أو أكثر في رمضان؟ اللي يمسك الحديث دوت لازم يركز فيه كويس، لأن الحديث حديث هذا الحديث المشهور له مفتاح. إذا لم يكن عند الإنسان مفتاح الحديث فلن يعمل بهذا الحديث أبدا. مفتاح، في مفتاح للحديث دوت، والنبي عليه الصلاة والسلام كلماته مقصودة، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم ما يقول، وهو يعني الكلمة اللي بيقولها عارف رايحة فين وعارف بيكلم مين. إزاي نقل الأيام دي نقلة نوعية في قلوب الصحابة؟ هي كلمة واحدة في الحديث، كلمة واحدة في الحديث. مين يقولها لي؟ لا، أحب. أحسنت، أحب، هي دي الكلمة، هو ده السر اللي في الحديث، هو ده السر اللي خلى الصحابة تتعامل مع الأيام دي تعامل مختلف. إن هم النبي صلى الله عليه وسلم تقدر تقول كده في بلدي اتكلهم على إيه؟ على الزرار، الزرار اللي بيخلي أي حد يجري قدامه أول ما يسمع كلمة إيه؟ أحب. دي بتتحول عندهم لطاقة غير عادية، وهو صلى الله عليه وسلم متعمد إنه يقول الكلمة دي بالذات. طب ما كان ممكن يقول إن ما من أيام عمل الصالح فيها أفضل، أحسن، أكثر ثوابا، لكن هو قال كلمة مهمة: أحب إلى الله من هذه الأيام. دي القضية اللي لو أنت لو المفتاح ده مش عندك الكلام ملوش لازمة، كلام الكتير ملوش لازمة، هو مفتاح عندك يكفيك في درس العشر الأول من ذي الحجة الحديث ده بس. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول للناس كان بيقول لهم إيه؟ هو الحديث بس، خلاص مفيش بقى درس وخطبة، خلاص هو الحديث. طب هما كان بيشتغلوا بحديث واحد إزاي؟ لأن هما عندهم المفتاح. كلام كتير وانت معكش المفتاح مش هيجيب نتيجة، حديث واحد ومعاك المفتاح هتلاقي أثر المفتاح ده بكرة أو يمكن من الليلة دي، لأن الليلة أول قيام من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. أحب،
طيب احب دي لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكى على الزرار بتاع الصحابة او عرف مدخلهم منين، هو المدخل دوت اتعمل ازاي؟ المدخل ده هو اللي مربيه في الصحابة صلى الله عليه وسلم، ومن قبل ذلك تربوا في القرآن عليه، تربوا في القرآن عليه. هتجد ان ربنا بيتعامل مع الناس بالطريقة ديت في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل معهم بالطريقة ديت، طريقة ربط العمل بالمحبة، ربط القلوب بالمحبة، ربط الثمرة بالمحبة. فتجد في القرآن، تعال نشوف القرآن زي رب الصحابة على ان كلمة احب دي لازم تخليك تجري، احب دي لازم تخليك تتفاعل بسرعة، ما ينفعش تسمع كلمة ربنا بيحب او بيكره وما تتأثرش، لازم اربيك على دي، ولازم التربية تكون على المحبة. فكان طريقة القرآن رائعة في تربية الناس على المحبة. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لاحظ إن ربنا جعل أي حد يحب أي حاجة من دول أكتر من ربنا أو أكتر من النبي عليه الصلاة والسلام توعده بالعذاب الأليم ووصفه بالفاسق، سماه فاسق في الآية، قال والله لا يهدي القوم الفاسق. ليه؟ عشان أنت بتحب أبوك أكتر من ربنا، عشان بتحب مراتك أكتر من ربنا، عشان بتحب فلوسك أكتر من ربنا. طب إيه المشكلة؟ هقول لك المشكلة، بس لازم نفهم الأول إن هنا المقارنة في قدر المحبة وليس في نوع المحبة. يعني إيه الكلام ده؟ كلمة الموضوع ده مهم عشان هيفهمك الآية الجاية اللي هي والذين قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لاحظ وصف في الآية الثانية الموضوع ده بالأنداد، قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ثم قال يحبونهم كحب الله. طب والآية الأولانية ليه ما سموهمش أنداد؟ الأب والأخ والأم والكلام ده والأموال، لأن الآية دي بتتكلم في حاجة والآية دي بتتكلم في حاجة تانية. إزاي؟ افهمني بس، محبة ربنا ليها نوع. أنا لما بحب ربنا، هل في حد بيحب ربنا زي بيحب بابا مثلا؟ نوع المحبة أكيد كل واحد فينا فاهم إن حب ربنا ده حاجة تانية. حب ربنا هو حب مقرون بالإجلال، مقرون بالتعظيم، مقرون بالخشية، مقرون بالإنقياد، مقرون بالذل، مقرون بالانكسار. حب ليه نوع معين كده لا يمكن أن يكون لأحد. كلنا فاهمين أن حب الزوجة غير حب ربنا، النوع بتاع حب ربنا غير النوع بتاع حب الزوجة والأولاد والأب والأم. ربنا بيتكلم في الآية الثانية اللي هي بتاعت الأنداد دي أن المشركين حبوا الأنداد بنفس نوع حب ربنا، لذلك كانوا مشركين. يعني بمعنى ان اللي يحب حد نفس نوع حب ربنا يكفر بالله ولو بيحبه مقدار قد كده. يبقى لو صرفت المحبة دي لأي أحد بأي كمية فهو كفر بالله. ليه؟ لأن المحبة دي عبادة لا تجوز إلا لله. فاللي يحب حد زي نوع محبة ربنا يبقى زي اللي سجد لغير ربنا وزي اللي ركع لغير ربنا وزي كده بالظبط، يبقى ده شرك. ذلك ربنا اتكلم في الآية التانية عن اللي بيحبوا الأنداد كحب الله، يعني بنفس نوعية حب ربنا، فلذلك سماهم أنداد. يبقى احنا فهمنا ان في نوعين حب، في حاجة اسمها حب مع الله وفي حاجة اسمها حب عادي فطري اللي احنا فاهمينه، حب طبيعي بيسموه، حب الأكل، بحب الشرب، بحب الفلوس، حب ماما وحب بابا، حب عادي، حب اللي احنا فاهمينه، حب ما فيهوش إجلال وتعظيم وكلام دوت، لا لا، حب نوع تاني. طب الآية بقى اللي احنا بنتكلم فيها دي بتتكلم في ايه؟ بتتكلم ان المحبة دي امتى تبقى حرام، مع انها مش نفس محبة ربنا، هي دي نوع ودي ايه؟ نوع تاني. بحب بابا غير بحب ربنا، بحب الفلوس غير بحب ربنا خالص. كأن المعنى ان مفيش مشكلة حب اللي انت عايزه، بس الكمية ما تزيدش عن كمية حب ربنا. مش النوع دلوقتي، نتكلم في ليه؟ في الكمية. هما قال الاتنين حاجة مختلفة، ده حاجة وده حاجة،
بس دي ليها وزن، دي ليها وزن، ما ينفعش وزن دي في يوم من الايام يزيد عن وزن دي. طب لو وزنها زاد ما تبقاش شرك برضو، لان دي نوع ودي نوع، لكن تبقى حرام. يبقى المحبة دي حرام. لو حد حب امراته اكتر بحب ربنا فهذا حب محرم. لو حد حب ابنه اكتر بيحب الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا حب محرم. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. لا يؤمن الايمان الواجب ولا يتحقق عنده الايمان الواجب، بل يكون عنده معصية، معصية في هذا الايمان، وهي انه احب احد اكتر بيحب الرسول. واخد بالك من الجزئية ديت؟ يبقى الآية بتكلمنا في ايه؟ بتكلمنا ان انت حتى المحبة العادية، العادية عشان نتكلم بقى في الندية ومحبة الانداد والمحبة الشركية، لا، المحبة العادية ما ينفعش تحب اي حاجة اكتر ما تحب ربنا خالص، ولا حاجة ولا حاجة. ليه؟ علشان قضية المتابعة دي والطاعة، علشان لما يتقال لك ربنا بيحب تبقى على طول دمرة واحد عندك، علشان لما تتأمر امرين، امر من زوجتك وامر من ربنا والاتنين متعارضين، ما تترددش في انك انت تقدم امر ربنا. زوجتك عايزة تلبس لبس معين حرام وانت بتقول طب اعمل ايه، بحبها مش عايز، ما اقدرش ازعلها، يبقى انت عندك مشكلة. طب ربنا هيغضب، طب اعمل ايه، بس انا بحبها، بعالج نفسك لانك انت عندك مشكلة في المحبة كده. ولادي عايزين يتفسحوا في حتة حرام ومصممين وزعلانين وحيزعلوا، ما اقدرش ازعلهم، اصل انا بحب ولادي قوي. اي بتحب ولادي بس دي حاجه مش كويسه اللي انت بتعمله دوت، هذه محبه فيها اشكاليه، لانك انت قدمت محبتهم على محبه الله جل وعلا. الله يغضب اذا انت فعلت ذلك. ازاي تقدم رضا الاولاد على رضا الله؟ يبقى انت عندك مشكله في المحبه لازم تعالجها. وربنا بيقول للناس دي فتربصوا حتى ياتي الله بامره. واحد بيحب الفلوس قوي بيقول لك معرفش انا انا عارف ان انا ببيع حاجه حرام وعارف شغلتي فيها مشاكل، بس انت عارف يا شيخ الفلوس برضه ليها حلاوتها. نقول له انت عندك مشكله والله لو بتحب ربنا اكتر من الفلوس ما تتردد ابدا في انك تترك المحرم دوت. هي كده بقى. احنا بقى دلوقتي عندنا انواع جديده من المنافسات. بقى عندنا فيسبوك وصاد قيام ليل، بقى عندنا مواقع تواصل صاد ورد قرآن، بقى في حاجات جديدة، بقاش في أب وأم والأموال، بقى محتاجين كأننا بنقول مش آية يعني، قل إن كان الفيسبوك، قل إن كان الواتساب، قل إن كان كل الأشياء دي أحب إليكم من الله ورسولي وجهادي في سبيلي فتربصوا، فتربصوا. لأن الإنسان فعلا بيقدم هذه الأشياء على طاعة ربنا. ممكن واحد يقعد قدام بتاعنا ما ينزلش يصلي في المسجد، ممكن يقعد قدام الحاجة دي تعدي عليه الليلة كلها ولا يستغفر مرة واحدة، وقاعد 4 ساعات على النت لغاية ما الفجر أذن، ده أحسن أحواله هينزل يصلي الفجر، لكن ما سجد لله سجدة ولا ركع ركع في كل الوقت ده، والله يتنزل من عليائه يقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من سائل. صاحبنا ما بيسيبش الكمبيوتر، يبقى الكمبيوتر ده أنت بتحبه أكتر من ربنا، فيسبوك ده بتحبه أكتر من ربنا، في مشكلة محتاجة تتحل. احنا فاهمين ليه الحديث ده بيأثرش فينا؟ لان احنا عندنا حاجات كتير في حياتنا بنحبها اكتر من ربنا بالفعل. حب النوم، حب الاكل، حب الراحة، حب نفسك، حب مزاجك. قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الحديث، قال يا رسول الله والله لا انت احب الي من كل شيء الا من نفسي. قال لا يا عمر، فعش دي اهم حاجة، دي اللي بتؤمرك صبح وليل. قال الا نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. دي بالذات أهم واحدة. ففهم عمر الموضوع، فهم وليه. قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، أنت كده وصلت، أنت وصلت خلاص. لكن طول ما أنا في حاجة معدية محبتي، يبقى الحاجة دي يوم ما تؤمرك هتتجاوز أمري أنا وتسمع كلامها هي. يبقى لازم الصحابة كانوا يتربوا على الموضوع دوت. ربنا نمرة واحد في قلبك، حب، حب لازم يبقى حبه نمرة واحد، ما ينفعش حاجة تعديه، لا كمية ولا كيفية. طبعا لو كيفية يبقى شرك، لكن لو كمية تبقى زي ما قلنا ايه؟ فعل محرم، لازم الإنسان ينتهي عنه. لازم يقدم محبة ربنا على محبة كل شيء. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بين للصحابة الكرام
الحب ده شيء كلام، شيء حد يقول بحب ربنا. تعالى حبيبي تعالى وريني بتحب ربنا ازاي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم. أول صفة ليهم ربنا يحبهم وهم بيحبوا ربنا، وبدأ بحبه ليهم قبل حبهم ليه، لأن حبه ليهم سبب حبهم ليه، ولأنه أحبهم قبل أن يحبوه في الأزل، ولأنه سبحانه وتعالى الشأن كل الشأن أن يحب لا أن يحب. فكل الناس تقول أحب الله، ولكن من يحبه الله؟ هذه القضية، مين اللي ربنا بيحبه؟ مين هنا في المسجد ربنا بيحبه؟ نعرفش. الفائز هو اللي ربنا بيحبه، لكن كل في المسجد لو أنا قلت اللي بيحب ربنا يرفع إيده فيش حد هينزل إيده. لكن لو قلنا مين اللي بيحب ربنا، هي دي المشكلة. لذلك بدأ قال يحبهم ويحبونه. طب تعالى بقى، ها مين بقى اللي يحب ربنا؟ واحد، صفاتهم: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. واحد، أذلة على المؤمنين. ليه المؤمنين؟ لأن المؤمنين بيحبوا ربنا، فلما كان المؤمنون هم أهل محبة الله كانوا أحب الناس إلى قلوب الصالحين. فأنا كمؤمن بحب ربنا لازم أكون بحب أي حد يحب ربنا، وإلا إزاي يعني؟ أنا بحب ربنا وأنت بتحب ربنا وأنا بحبكش، كيف يكون هذا؟ يبقى أنا كذاب، لأن طبيعي أي حد بيحب ربنا لازم يحب أي حد بيحب ربنا، ويكون حريص على إكرامه، وحريص على خدمته، وحريص على التواضع بين يديه، وحريص على إرضائه. فكانوا أذلة على المؤمنين، مش عشان حاجة إلا لأن المؤمنين بيحبوا ربنا. عشان أنت بتحب ربنا أنا بحبك، عشان أنت بتحب ربنا أنا أكرمك، عشان أنت بتحب ربنا أنا أتواضع بين يديك. أذلة على المؤمنين، في نفس الوقت أعزة على الكافرين، لأن الكافر لا يحب الله سبحانه وتعالى، فكانوا يشعرون دائما بالعزة أمام الكافر. يعني إيه العزة أمام الكافر؟ يعني أنت حاسس دائما أن أنت أحسن منه، أنه مسكين ضائع تائه، وأنك أنت اللي ربنا أكرمك ووفقك وهداك ويسر لك الأمر. هو الذليل وأنت العزيز، أنت العزيز بمحبة الله وهو الذليل ببغضه لله سبحانه وتعالى. ليس الشأن في الفلوس والحضارة والتقدم بتاع المسلم اللي يحس قدام كافر، مهما كان الكافر دوت عنده مال، عنده امتيازات، عنده تقدم، لو مسلم حس في يوم الأيام إن هو حس إن اللي قدامه ده عزيز، والمسلم حس بقدامه بالهزيمة النفسية، يبقى المسلم ده عنده مشكلة في المحبة، عنده مشكلة مع ربنا، هو كده مش مرتبط بربنا. لأن الذي يرتبط بالله لا يمكن أن يشعر بأي ذل أمام أحد كافر أبدا، مهما تغيرت الدنيا، مهما افتقر المؤمن واغتنى الكافر، مهما كانت الدولة للكافر وليست للمؤمن، ما يوجد أبدا الشعور ده منفصل. يعني الهزيمة والفخر والكلام ده ملوش أي علاقة بالعزة، العزة أمر نفسي، أمر نفسي نابع من علاقتك بالله جل وعلا. لذلك قال تعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. يقصد المنافق أنه الأعز، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عزا بالله هو الكلمة الثانية. قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه جملة اسمية تدل على الثبوت، أن هذا الأمر ثابت، النهاردة بكرة امبارح أول امبارح بعد بكرة، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الكافر هيفضل معتقد أنه أحسن منك، هو ما يعرفش حاجة، ما يعرفش أنه مسكين، ما يعرفش أنت بتبص له بنظرة شفقة ورحمة، ما يعرفش أن أنت بتبص له أنه صعبان عليك، رغم ما عنده من الدنيا والأموال والتجارة والتقدم، وإحنا تعبانين وفقراء ومهزومين كل حاجة، بس أنا ببص له حاسس أنه مسكين. لو مات على ذلك ماذا سيصنع هذا المسكين؟ ماذا ستصنع له الدنيا وما فيها؟ ماذا لو قال، لو قالنا الله سبحانه وتعالى لو أنه طلب من الله أن يفتدي نفسه بملء الأرض ذهبا فرد طلبه ولم يقبل، ماذا صنعت له الحضارة؟ أنت تنظر له كأنه مسكين.
انا مش بعزي نفسي اقول ان احنا ايه كويسين كده خلينا كده مضيعين مفيش حضاره، لا انا بقول ده لو افترضنا اسوأ احوالنا. انت العزيز وهو الذليل، أذل عزة على الكافرين. ثم قال جل وعلا يجاهدون في سبيل الله. طب الجهاد ده ليه؟ محبة برضو. ايه علاقته بالمحبة؟ لان المؤمنين لما داقوا حلاوة المحبة دي طمعوا ان كل الناس تدوقها زيهم، وصعبان عليهم ان في حد ما يعرفش حب ربنا، ما داقش حب ربنا، نفسه كل الناس تجرب الموضوع دوت، فكان بيبذل وقت وجهد ومال علشان يوصل للناس مين ربنا، اعرفوا ربنا، وحدوا ربنا، اعبدوا ربنا، حبوا ربنا، حاجة جميلة نفسي تجربوها. فكانوا بيجاهدوا في سبيل الله ليه؟ علشان الحب ده يوصل لكل إنسان على ظهر الأرض، لأن هم عندكمش احتكار للحب، وحبهم لله يخليهم بيسعوا أن كل الناس تحب ربنا، لأن ربنا يحب أن الناس تعمل كده. فلما كان ربنا يحب أن الناس تحبه كان يسعون أن ينشروا هذا الحب في الناس. طبعا ينشروا إزاي؟ بالدعوة، بالجهاد، بالكلمة الطيبة. لذلك من علامات المحب الصادق أنه إذا رأى ما يغضب الله لا يستطيع أن يصبر، لا بد أن يتدخل. فكان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حقيقة أن العبادة دي هي فرع عن المحبة، لأن الإنسان لا يمكن أن يجد نفسه في نفسه اجتهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لو كان فعلا بيحب ربنا. ولما بيشوف حاجة تغضب ربنا ما بيعرفش يسكت، لازم يغير الحاجة اللي بتغضب ربنا دي، ولو بلسانه حتى، ولو بقلبه، لو عجز باللسان، لكن يسكت يبقى مستريح عادي مفيش مشكلة، ما يعرفش يبقى كده. دي من علامات المحبة. مش ليس يجاهدون في سبيل الله فقط الجهاد الأكبر وبتاع، لا، ده بيجاهد بالكلمة، يجاهد بالخطبة، بيجاهد بالورقة، بيجاهد بالكلمة، بالنظرة، بالإيد، بيجاهد بكل حاجة يقدر عليها. والجهاد ده مش عبء عليه الأمر، أصل الدعوة دي صعبة، أصل أكلم الناس إزاي، أصل ما بعرفش أكلم الناس. الموضوع مش بعرفش وأعرف، ما أنت في كل حياتك بتعرف تكلم الناس، اشمعنى في دي ما بتعرفش تكلم الناس؟ لو قلنا لك النهاردة في شركة تسويق وهتدي السماسرة بتوعها مبلغ ضخم جدا، هتقولي طب وريني يعني نروح نتدرب، المهم بس يدوني بس البتاع ده ويفهموني كلمتين كده، مالكش دعوة، هتلاقيني هتعامل ويجيب ناس وزباين انه بيحب الفلوس. قالوا له في فلوس جامدة لو جبت انت زباين، تاخد 1% من ثمن الشقة وبتاع، هيتحول لايه؟ المسوق بارع، رغم ان هو نفسه اللي بيقول لك ايه؟ ما بعرفش اكلم الناس، اصل انا ما بعرفش اشتغل في الدعوة، اصل ما عنديش اسلوب كده. يا عم الحاجة هي مسألة حب، ما تشتغلش نفسك بقى. انت حبيت الفلوس، رحت اتدربت وعرفت تتكلم الناس في الايه؟ في الشقة اللي انت ما كنتش بتفهم فيها اي حاجة. طب انت عارف عن ربنا كل حاجة، تعرفش تكلم الناس عن ربنا؟ تعرفش توصف لهم ربنا؟ تعرفش تحببهم في ربنا؟ ازاي؟ يبقى فاقد الشيء لا يعطيه. طالما انت مش قادر تدي يبقى انت ما عندكش، تشتغلش نفسك، تقولش انا بحب ربنا بس موضوع الامر وفنا عن منكر ده مش عارف اعمله، قول انا عندي مشكلة في المحبة عشان نبقى صادقين مع بعضنا. يجاهدون في سبيل الله. قال ولا يخافون لومة لائم. في الطريق الى الله سبحانه وتعالى لابد ان تتعرض لمشاكل، هتجد الناس تسخر منك، تستهزئ بيك، تشتمك، تقول لك انت بتعرف نفسك كده ليه، سايب بيتك، سايب عيالك، وقاعد تشتغل، قاعد في المسجد، وقاعد بتصلي، وقاعد بتشتغل في الدعوه، وقاعدين تلزقوا ورق، وقاعدين تكلموا الناس، ولا حد معبرك، ولا حد اصلا بيحبكم، وانتوا اصلا الناس كلها مش طايقاكوا، انت بتعمل نفسك كده ليه؟ ما تريح دماغك، ما تمشي جنب الحيط ويقعد يقطموا فيك سخريه، استهزاء، وتصبيط، كل ده ولا يجي معاك اي سكه، تشغل زي القطر. ليه؟ لان هم لا يخافون لومة لائم. ليه؟ لان هم بيحبوا ربنا، واللي بيكلمهم مش فاهم وعمره ما هيفهم لغايه ما يحب ربنا زي ما بنحبه، ساعتها هيعرف احنا كنا بنعمل كده ليه، ليه كنا نصرف فلوسنا ووقتنا وبنضحي بمجهود وشغل ونيجي على بيوتنا ليه. عمرك هتفهم الموضوع، ما بيتوصفش الموضوع، لازم يتجرب. الحب ما بيتوصفش، الحب بيتجرب.
فالإنسان كل ما كان بيحب ربنا أكتر كل ما كانت انتقادات الناس ليه دي تأثرش فيه. لو وجدت انتقادات الناس فيك صبطتك يبقى برضه عندك مشكلة في ليه؟ في الحب. أصل شيخ أصل مش هينفع ليه؟ أصل الناس بتقلس عليا. أصل شيخ أصل من ساعة الموضوع ده كل شوية يكلموني وأبويا وأمي وإخواتي وأصحابي بقول لك شيخ فكني من الموضوع ده بالله عليك. مسكين. لو كان حبك صادقا ما فعلت ذلك. أنت لا ينبغي أن تخاف له وأنت لائم ولا تبالي أصلا بهذه الأمور. كمل في طريقك عادي. مش تحب ربنا؟ مش ربنا راضي عنك؟ مش ربنا بيحب اللي أنت بتعمله ده؟ أنت بترضي هو اللي أنت بتحبه راضي. تفرق معاك إيه الناس بقى؟ يبقى أنت إذن بتحب الناس أكتر بتحب ربنا. خليك صريح. طالما أنت قدمت ما يرضيهم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. مش كده ولا إيه؟ ده الراجل عبد الحليم قال لهم بتلوموني ليه؟ مش كده؟ وعمل لها أغنية بحالها. بتلوموني ليه؟ مش كده؟ بس قال لهم لو شفتم عيني حلوين قد إيه؟ هتقولوا انشغالي وسهر الليالي مش كتير علي. بتلوموني ليه بقى ها؟ ركز معايا؟ ما تقوليش بقى الشيخ عم الشيخ بيسمع أغاني الله يكرمك سامعها في ثالثة ابتدائي يعني ارحمنا بقى. ماشي؟ بس هي دي حاجات مع الشاشة دي ما بتطلعش. دي من خلاص ده العقلية المصرية انتهت. بس هو الراجل صريح يعني. هو قال لهم أنا مستوعب أنتوا بتلوموني ليه؟ لأن أنتم ما شفتوش عينيه حلوين قد إيه. لو شفتوا الست الطيبة دي ما حدش فيكم هيقول لي أنت سهران ليه؟ يقول لي والله الموضوع يستاهل فعلا أنك أنت تسهر عشانها، أنك تعد النجوم وتتهبل وتتجنن. ده مخلوق بيتكلم عن مخلوق. واحد بيحب واحدة في الحرام. فما ظنكم برب العالمين؟ ما يعرفه المؤمنون عن رب العالمين يخليهم لا يخافون لومة لائم. ونقول للناس أنتم لا تعرفون الله، لو عرفتموه ما لمتون أبدا، لو أحببتموه لم تلومون أبدا. كنت عرفتوا إحنا ليه بنسهر وليه بنتعب وليه بنبذل أموالنا ووقتنا وليه إحنا بنستحمل السخرية والاستهزاء. إحنا بنحبه وهو بيحب إن إحنا نعمل كده. موضوع يرضيكم أو ما يرضيكمش ده لا، نحن لا نبالي بذلك ولا يفرق معانا ولا يهمنا. فالأخت لما تلبس نقاب مثلا تجد الناس تسخر منها، تجد الناس تعاتبها، تنتهزمش نفسيا، تروحش إن هي تقول لك أقلع وخلاص بقى أعمل إيه، الناس هيزعلوا. لا يخافون لومة لائم. الأخ لما يلتزم ويحافظ على الصلاة في المسجد ويبتدي يترك أصحابه ويبتدي يقطموه ويكلموه ما ينبغي أن يهزوا هذا. طب إيه علاج كل دوت؟ علاج كل ده أنك تحب ربنا. هقول لك إزاي، بس هو ده العلاج اللي هيخلي كل مشاكلك في الدنيا تتحل. حب ربنا صح، حبيته صح كل حاجة في حياتك هتسلك. أنا عايز أقول لك القرآن إزاي كان بيربي الناس، بيربيهم على إيه؟ محبة المشركين للأنداد أقل بكثير جدا من محبة المؤمنين لله. ليه؟ قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. ليه؟ لأن المشرك أحب حبا مشتركا، فصار حبه موزع على الله والأنداد. وأما حب المؤمنين فحب واحد لواحد، فكان حبا خالصا، فلا يمكن أن يكون الحب الخالص مثل الحب الموزع، فالحب الخالص أعلى بكثير. كلما خلصت محبتك لله كلما كان هذا أعظم عند الله جل وعلا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. خد بالك، يبقى ديت المسألة إيه؟ مسألة المحبة في القرآن. تجد قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تربية، لو بتحبوا ربنا اتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام. من
كان صادقا في المحبة فإن علامة ذلك أن يكون صادقا في الاتباع، فإذا لم يكن متبعا فلا تدعي المحبة لأن أفعالك تكذب ذلك. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، وكل يدعي وصلا بالمحبة والله لا يقر لهم بذاك، لا يقر لهم بذاك لأنه جعل لذلك علامات وأمارات، منها الحرص الشديد على حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. في موضوع محبة تقوليش بقى معلش اللي بيحب لعيب كرة بيحلق حلقته بيلبس فانيلته، اللي بتحب ممثلة بتعرف كل حاجة عنها، راحت فين وجات منين واتجوزت امتى واتطلقت امتى وخلفت امتى وراحت في السر فين وراحت جات منين وطلعت فين وسافرت ورجعت والمؤتمر والجايزة، تسرد لك حياتها كلها عشان بتحبها. ما تقنعنيش ان في واحد بيقول انا بحب النبي عليه الصلاة والسلام اكتر من كل حاجة في حياتي وما قراش السيرة على بعضها مرة. تشتغلش نفسك، لا يمكن واحد يدعي انه بيحب النبي عليه الصلاة والسلام اكتر من كل شيء وتقول له خلصت كتاب في السيرة، يقول لك لا. ازاي اكتر واحد بتحبه فكرتش تقرأ سيرته مرة ومن كتاب صغير حتى؟ ازاي؟ الموضوع محتاج صدق مع النفس ومراجعة. تمام؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام ازاي رب الصحابة على قضية المحبة دي اللي هي اصل الاصول، لو خلصت كل حاجة هتخلص. قال لهم عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. خد بالك، قال لهم إن الحلاوة دي مرتبطة بإيه؟ بالحب. شوف التحفيز، ودلوقتي أنا تعبان في معاني الإيمان، إيمان عايز صلاة وعايز مجهود عايز صدقة وعايز بر وعايز حج، موضوع مجهد. طب أنا هشتغل وتعبان؟ لا، ده قال لهم ده على فكرة الإيمان له حلاوة. طب إمتى الحلاوة دي أحس بيها؟ حالة واحدة بس، إن يكون ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام أحب إليك من كل شيء. طب إيه علاقة ده بالحلاوة؟ تعال أضرب لك مثال هتفهمني على طول. إيه يعني إن هو ربنا يكون أحب إلي، إيه فين بقى فين الحلاوة في كده؟ أضرب لك مثال وأرجع لك تاني. ما تقول لي طب ما الإيمان أصل فيه مشقة، ما ماشي ما هو جميل بس أنا بتعب برضه، أنا بنزل فجر متكدر وبروح الدرس تعبان الصراحة وقيام الليل يعني بحس إن أنا برميه يعني من على برميه كده بصليه وخلاص وعايز أنجز وبصوم كده عشان الدنيا صايمة وخلاص والإخوة قالوا لنا لازم نصوم وعاملين إفطار في المسجد ولازم قالوا لنا الصايمين بس ييجوا فقلت أصوم يعني فاهم. لا أنا عايزك إمتى هتحس بالحلاوة؟ أقول لك أنا مثال. هتقول لي الإيمان له نوع في مشقة شوية، في مرارة شوية، تعال بقى المثال. مثال شخص مريض جدا، مريض جدا وفي دواء مر جدا مر، وهو لما بياخد الدواء ده بيبقى كويس جدا، والحالة جات له ليه؟ الحالة جات له وبدأ يتشنج وبدأ يتعرف ايه وبتاعه هيموت ووقع على الأرض، قالوا لهم الحقوني بالدواء، جابوا له الدواء المر جدا وهو بيشربه بيحس بإيه؟ بحلاوة، بحس إنه حلو جدا. طب فين المرارة؟ عدت. هو الحلاوة فين؟ كلمة واحدة، الحلاوة في العاقبة مش في الدواء نفسه. الدواء لسه مر بس هو الحلاوة جاية له منين؟ هو لسه ما قامش، هو مجرد إحساسه ان هو عارف كمان 5 دقايق هيبقى عامل ازاي خلى الدواء دلوقتي حلو، رغم انه لسه ما خفش هو تعبان بس هو بياخده وعارف كل مره بعد 5 دقايق ببقى كويس، فالدواء بقى حلو مش لطعمه لكن لعاقبته. فدي بيسموها حلاوه عقليه، يعني الحلاوه دي جت من ايه؟ من عقله لهذا الامر، الامر ده بيخليني كويس فبقى حلو حتى لو هو مر. نرجع تاني للايه؟ للمثال بتاعنا. امتى ازاي علاقة الحلاوة بالايه؟ بالحب. انا دلوقتي احنا قلنا الراجل، طب نفترض ان ده كمل، نفترض ان الراجل ده كان عنده طعم الحاجة اهم من صحته، كان هيبقى الدواء عنده حلو؟ لا، كان يحس انه مر ما كانش هياخده، يقول لك مش عايزه ان شاء الله ما خفيت
بس ما اخدش الدواء ده. مش في ناس كده يقول لك، بقول لك ايه، والله مش عايز اخف بس مش عايز الدواء دوت، تحبوش. يبقى هو كده عنده الطعم مقدم عنده على الصحه. لو الصحه عنده مقدمه على الطعم، هيبقى الدواء حلو ولا مش حلو؟ هيبقى حلو ساعتها، هو نفس الدواء. اتنين خدوه، واحد قرفان منه، واحد حلو بالنسبه له. ارجع بقى، انا دلوقتي بقوم الليل، عشان اقوم الليل هترك الايه؟ النوم. قيام الليل ده لله، والنوم دوت راحه لنفسي. لو ربنا احب الي من نفسي ومن راحتها، هيبقى قيام الليل ده على تعبه حلو. حلو ليه؟ عشان العاقبه، عشان انا بحس في قيام الليل ده بتلمس الدرجات والاجور ورضا الله واطلاعه علي الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لما يبقى عندي الصيام، لما ربنا يبقى احب الي من الاكل، هيبقى الصيام حلو، رغم انه مؤلم في الصيف، متعب في الصيف، لكن ربنا احب الي من الطعام والشراب، فهيبقى على مراره الصوم حلو. مش لان انا بتعبش، لكن لان انا بفكر في العاقبه، بفكر في السبعين سنه اللي بعدتهم النهارده عن نار جهنم، بفكر في ان ربنا بيطلع علي الان، ولعله الان كتب لي الرضا. واقعد افكر في قول الحوراء للرجل في الجنه كما جاء في بعض الاثار، قالت يا ولي الله اتعلم متى زوجني الله لك؟ فقال متى يا امراه؟ قال ان الله اطلع عليك في يوم صائف شديد الحر فراك صائما، فذاك اليوم الذي زوجني اياك. انت تفكر في حاجه تتلمس ليه العواقب الحسنه، بيبقى الصيام ايه؟ حلو. الحلاوه دي حلاوه حقيقيه ولا حلاوه عقليه؟ حلاوه عقليه، يعني انت بسبب العاقبه، لكن سيظل الامر فيه تعب. تعب، بس تعب بدني فقط، اما نفسي فلا. اما نفسي فلا. طب بتوع المعصيه؟ لا، بتوع المعصيه عندهم تعب بدني ونفسي. قال ان تكونوا تالمون، هذا البدني ده، فانه ايه؟ يالمون كما تالمون، لكن نفسيا وترجون من الله ما لا يرجون. هذه القضيه، ان المؤمن بيطلب شيء طريقه صعب، سلعه الله غاليه، لكن حلو. حلو نفسيا، متعب بدنيا، حلو نفسيا. لكن المعصيه متعبه بدنيا، مؤلمه نفسيا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك. شوف النبي بيربيهم على ايه؟ يعني عايز اقول لك الفايدة، عايز تلتزم وتبقى مبسوط لازم تحب ربنا، والا هتفضل ملتزم وانت تعبان. تفضل ملتزم وانت قاعد تزق في نفسك، زق في نفسك. قلت له يا شيخ فين حلاوة الإيمان والكلام بتاع السلف ده؟ أنا الصراحة بقعد نشف. مش صعب بقالك سنين ملتزم ما دقتش الحاجات ديت، يمكن دقتها مرة في عمرة، مرة في رمضان بتاع، بس الناس بتتكلم ان ده العادي بتاعهم. في ايه؟ هو ايه المشكله؟ بصلي كتير وبصوم كتير، مش ملهاش علاقه بكتير. المفتاح فين؟ حب. حب ربنا اكتر من الاكل والشرب والنوم ونفسك، والله العظيم كل عباده هتبقى زي الشهد. بس انت مشكلتك قاعد بتكتر في الكميات، لكن لسه برضه بتحب نفسك وتحب الاكل وتحب الراحه وتحب النوم اكتر وتحب ربنا. عشان كده عمرك هتحس بالايه؟ بالحلاوه ديت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. شوف بيربطهم بإيه؟ يقول لأشج عبد القيس الرجل الطيب ده اللي جاي مع القافلة وكان سيد القافلة، وبعد كده قاعد بقى هم نزلوا كلهم جروا على النبي عليه الصلاة والسلام، وقعد يلم الخيل الإبل وبتاع ويربطهم، وراح استحمى ولبس وجي للنبي عليه الصلاة والسلام مية مية. فهو النبي متابعه من بعيد، لا راجل محترم كده، الناس كلها جت جري وهو قاعد يخدمهم، هو سيدهم. فقال عليه الصلاه والسلام ان فيك خصل، عايز يكافئه، ايه المكافاه الجامده بقى اللي هيديها له؟ هيقول له كلمه السر، ان فيك خصلتان يحبهما الله. الله اكبر. قال الحلم والاناه. الراجل عايز حاجه اعلى. قال يا رسول الله اهما صفتان جبلت عليهما ام اكتسبتهما؟ اكتسبتهما. قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. يعني هو بيحبني من زمان بقى على كده، طالما دي من اوضاع فيا من ايه؟ فيا من زمان. الراجل طلب المنزله ليه؟ العاليه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول احب البلاد الى الله مساجدها، وابغض البلاد الى الله اسواقها.
الاخ اللي عايز يروح يقعد في المولات ويقعد كده وخلاص، طب بتعمل ايه وقاعد؟ هذه ابغض البلاد الى الله، الاسواق. طب يعني ايه حرام نخشها؟ لا يعني انجز وروح. ان هذه الاماكن يكثر فيها اختلاط، يكثر فيها التبرج، يكثر فيها الحلف الكذب، يكثر فيها الغش، كل ده موجود وانت معروف يعني، مش محتاجي. هذه ابغض البلاد الى الله. يبقى هتخش المكان ده، تخش عايز تعمل حاجه وتمشي على طول، والا هتبقى انت قاعد في ابغض البلاد الى الله. طب وانا قاعد جوه قول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، تاخذ مليون حسنه. احب الصيام الى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. احب القيام الى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل. مين يعرف يعمل هذه؟ ده احب حاجه لربنا. يلا يلا، دي احب حاجه لربنا. اطلع بقرار انك تجرب مره تعمل احب حاجه لربنا. حاول مره واحده كده، حس بيها مره. اذا احب الله قوما ابتلاهم فكان البلاء يعني زي العسل بالنسبه للمؤمنين. لان دايما لما دايما واحد يبتلى الناس بيقولوا له ايه؟ انت اكيد ربنا بيحبك. دي بتخليه بص طاير كده بالبلاء، يقول لك يا ريته ما يروح. واخد بالك؟ هو ايه اللي بيخلي المؤمنين على كل البلاء اللي فيهم ده ما تجدش تقريبا يعني نسبه الانتحار تكاد تكون 0%؟ 0%، رغم ان بلاد ثانيه نسبه الانتحار فيها تبقى يعني ارقام كبيره، ارقام كبيره، ناس اعداد وناس اغنياء وناس. لان المؤمن عارف ان البلاء دليل على الايه؟ المحبه. فدي خلت العمليه زي الايه؟ زي العسل بالنسبه له، عادي مش مشكله، طالما المهم ربنا بيحبني خلاص كل حاجه ايه؟ سهله. احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. والنبي عليه الصلاه والسلام بقى اداهم درس عملي قوي جدا لما وقف قدامهم وقعد يدعي وهم سامعينه، يقول اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. فكان تربيه عاليه قوي لما حفظوا ايه ده؟ هو الحب ده بيتطلب؟ الحب ده مطلب كبير فعلا؟ كل الدعاء ده اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. فكان الصحابه تفاعلوا بقى مع الموضوع ده، وده المحور الثالث معايا، هو ازاي الصحابه تفاعلوا مع قضيه الحب دي، ازاي اثرت فيهم. مثال ابن مسعود رضي الله عنه جاي للنبي عليه الصلاه والسلام عايز يساله سؤال عادي، فلقى نفسه بيقول يا رسول الله اي العمل احب الى الله؟ اي العمل ايه؟ أحب إلى الله. فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. المسعود قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. لاحظ أنه اختار السؤال إزاي. عايز تعرف الفرق ما بيننا وبينهم؟ عمر حد فيكم سأل السؤال ده؟ أشك. إحنا بنسأل بالطريقة التقليدية، إيه أحسن عمل أعمله؟ إيه عايز عمل كده يكون سهل كده وحسناته كتير؟ ايه فضل قيام؟ ايه فضل صيام؟ حلو، بس عمرنا ما سالنا السؤال ده، لان ده مش حاضر في قلبنا. ان سعود لان الموضوع ده حاضر في قلبه، صيغه السؤال نفسها طلعت بديهيه كده. اي العمل مالوش افضل؟ اي العمل احب الى الله؟ احب الى الله. لان هو متربي على الايه؟ هو متربي على الحب. يروح النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه تقول له اي العمل احب الى الله؟ الله، تقابلت ابن مسعود؟ لا. اتفقتوا على حاجه؟ ولا شفته. طب انت جبت السؤال ده منين؟ من تربيتك عليه الصلاه والسلام. وهم دول كلهم تلاميذ، كل التلاميذ بيسالوا نفس السؤال. عائشه فجاه تقول جايه تقول سؤال، قالت نفس السؤال. قال اي العمل احب الى الله؟ قال احب العمل الى الله ادومه وان قل. ده اجابه ثانيه برضه، زاوية تانية من زوايا العمل اللي هي الحبيب إلى الله. الراجل اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال متى الساعة؟ قال ما عددت لا، قال ما عددت كثير صلاة. هو عارف الفايدة فين؟ قال ولكني أحب الله ورسوله. عارف إن هي دي المفتاح، أنا معايا المفتاح. اللي معاه المفتاح ما يقلقش. كده كده الباب إيه؟ هيتفتح معايا، حتى لو مقفول دلوقتي، بس هي مسألة إن أنا إيه؟ أفتحه هيتفتح معايا، لكن اللي معهوش مفتاح انسى، اخبط دماغك في الحيط.
فهو بيقول له انا بص انا مش جامد قوي بس معايا المفتاح. فالنبي عرف ان هو طالما كده في اي وقت هيسلك ده ان معاه ايه سر. قال ولكني احب الله ورسوله. قال انت مع من احببت. انه عارف. وانا اشك ان الراجل ده ليس عنده كثير صلاه ولا صيام. طالما بيحب الله ورسوله بيبقى عنده اكيد. يمكن هو قال الكلام ده تواضع يعني. بس اكيد عنده كثير صلاه وصيام. الراجل كان بيصلي بالصحابه في مسجد كده عاملينه لنفسهم. فكان كل ما يصلي بيهم هي رسولة الاخلاص. يا اما يصلي بيها لوحدها يا اما يصلي بصوره وبعد كده يقرا سوره الاخلاص. يصلي المغرب بالتين والاخلاص وبعد كده القدر والاخلاص وبعد كده العشاء يصلي بالمرسلات والاخلاص وعبس والاخلاص وبعد كده تاني الفجر يصلي بيهم بالنجم والاخلاص والواقعه والاخلاص. ايه الناس قالوا له في ايه؟ هو كل صلاه سوره كل ركعه الكلام ده تعمله ليه؟ قال لهم بصوا يا جماعه انا بصلي كده. عايزين تصلوا معايا؟ اهلا وسهلا. مش عايزين تصلوا معايا؟ مية مية. خلوني مأموم وتفضلوا حضراتكم صلوا بدالي. بس أنا مش هصلي إلا كده. من الآخر. عشان أبقى صريح معاكم. قالوا طب إحنا نروح نشتكيك للنبي عليه الصلاة والسلام. راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا الراجل بيعمل كده 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 كده. قال لهم سألوه ليه ما يفعل ذلك؟ هو بيعمل كده ليه؟ محدش فكر يسأله طيب؟ دخلت فيه شمال على طول؟ قالوا قالوا له النبي يقول لك تعمل كده ليه؟ قال لأن هذه الصورة فيها صفة الرحمن. وأنا أحبها. وأنا أحبها. ما أقدرش أعدي صلاة من غير ما أقراها. فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه كما أحب هذه الصورة. ما شاء الله. إن عمرك بصيت لسورة الإخلاص بالنفسية دي؟ مشكلة محبة. إحنا أحسن واحد فينا عارف سورة الإخلاص تعادل ثلث القرآن. ماشي جميل. بس عمرك شفتها من زاوية المحبة؟ عمرك حبيت سورة الإخلاص عشان فيها صفة ربنا؟ عمرك حبيت آية الكرسي لأن كلها وصف ربنا؟ فرق كبير بيننا وبينهم. حتى التربية دي مش تربية نبوية بس. التربية دي كانت كل الأنبياء كده. كله بيربي أتباعه على كده. ما هو الغلام اللي في قصة الساحر والراهب تربى على كده. لما الغلام كان يتربى يروح للراهب يسمع كلام، يروح للساحر يسمع كلام ضده. هو لسه صغير مش مستوعب، بس هو بالفطرة بيميل للراهب وعايز يعرف مين صح من الآخر. فلما عرضت الدابة دي اللي في الطريق مسك حجر وقال إيه؟ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة بهذا الحجر. خدت بالك؟ فكر إزاي؟ بص قال إيه؟ مالش لو الراهب أحسن؟ لا. إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر. هو الراهب ده كان دينه إيه؟ كان مسيحي. إذن من أين تعلم الغلام هذه القضية؟ من الراهب. ومن أين تعلم الراهب هذه القضية؟ من تعاليم المسيح. إذن تعاليم المسيح تربي على الحب. الحب. لذلك بث الراهب في الولد إن يا ابني الحاجة الصح هي الحاجة اللي ربنا بيحبها. وطول حياتك تدور على اللي بيحبه ربنا ويعمله. فطلع الولد على طول ترمومتر أو اللي البوصلة متوجهة على إيه؟ على الحب. لو يا ربنا انت بتحب الراهب اكتر من الساحر يبقى انا مع الراهب. التربيه دي قديمه. اذا انا عايز اقول الفايده ان الانسان لن ينتفع بهذا الحديث الطيب ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام حتى يستطيع ان يتمكن من مفتاح الحديث. مفتاح هذا الحديث كلمه أحب. من لم يحقق المحبة الصادقة لله جل وعلا فهيهات أن ينتفع بهذه الأيام. ومش هيلاقي عنده همة في العمل إلا على قدر المحبة اللي عنده. فشوف أنت هتبقى قد إيه عملك في الأيام دي هو ده قدر محبتك لربنا. وأعلى الناس عملا في هذه الأيام هم أعلى الناس محبة لله جل وعلا. والمحبة قرينة المنافسة. وكل ما تحب ربنا أكتر كل ما تجد في نفسك رغبة شديدة في منافسة الصالحين أكتر. لذلك ابن القيم رحمه الله أراد أنه يوصف المحبة. قال كلام بديع جدا. ابن القيم كتب في المحبة قال المحبة هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون وإليها شخص العاملون وإلى عملها
شمر السابقون وعليها تفانى المحبون وبروح نسيمها تروح العابدون فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات وهي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام وهي اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام تالله لقد سبق القوم وهم على ظهور الفرش نائمون ولقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون لأنهم كانوا بيعملوا العمل بحب فالعمل الصغير يغلب عملك أنت الكبير اللي من غير حب فممكن يكون نايم على فراشه وانت بتصلي ونومه أفضل من صلاتك لأنه نايم بنية وحب ويريد أن يتقوى على عمل له فيه نية وحب وانت بتصلي بالليل عشان ترميها من عبك عشان تخلص من العبادة ديت فنومه أفضل من صلاتك سبقك بالنوم وأنت تكد في القيام كما قال الشاعر من لي بسيرك المدللي تمشي رويدا وتجيء في الأول تمشي على مهلك توصل قبلنا كلنا ليه؟ لأنك أنت عندك محبة اللي عنده محبة ده يعمل حاجات صغيرة يسبق اللي بيعملوا حاجات كتير ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في صدره من ذلك ليه؟ المحبة المحبة دي مر الجنيد رحمه الله جنيد من المتصوفة المتسننة الناس الصالحين كان قاعد وسط مشايخ كبار جدا كان هو أصغر واحد قاعد ساعتها جنيد راجل قديم جدا كان أصغر واحد قاعد فالمهم الموضوع اتفتح موضوع المحبة ده اتفتح فبدأ كل واحد يدلي بدلوه في وصف المحبة كل واحد يقول ايه هي محبة ربنا ويحاول يوصفها المهم لغاية ما جيت دور عليه فقالوا هات ما عندك يا عراقي ما تكلمتش ليه انت من ساعة ما قعدت ساكت يعني ما قلتش رأيك ايه المحبة لما جيت دور على الجنيد تبدل حاله قالوا ماذا تقول في المحبة يا جنيد في محبة الله قال فأطرق الجنيد وأخذ يبكي هي دي الإجابة فيش إجابة اللي هي دي المحبة حاجة بتتوصفش تتقلش حاجة بتبان عليك بتبان في أفعالك في كلامك في حركاتك لما تسمع اسم ربنا تبكي لما تسمع الذكر تقشعر جلدك يلين قلبك بعد ذلك مش عارف يجاوب بعد كده اضطر يجاوبهم بس ما قالهمش المحبة قال لهم أثرها بقى لأن المحبة نفسها ما تتوصفش إنما ممكن أقول لك أثرها الأثر بتاعك عامل إزاي بعد كده مسك نفسه وتمالك ثم قال عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرقت قلبه أنوار هيبته وصفى شربه من كأس وده انكشف له الجبار من أستار غيبته فإن تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكت فمع الله فهو بالله ولله ومع الله فقال الناس أحسنت يا تاج العارفين تعريف المحبة هي دي المحبة المحبة بتتوصفش بان أثرها عليك عندما تذهب عن نفسك ما في إلا الله تجد نفسك تتكلم تتكلم عن الله تسكت تكون مع الله تتحرك بأمر الله فأنت بالله ومع الله ولله وفي الله إذا كنت كذلك فأنت المحب لو كنت كده هو ده الشخص اللي هيشتغل كويس في العشر أوامر من ذي الحجة ما عندكش منزلة المحبة دي يبقى على قد المحبة اللي في قلبك هتشتغل فنافس الأول في المحبة قبل ما تنافس في الايه في العمل الصالح في العشر الأول طيب السؤال لماذا نحب الله نحبه ليه الإجابة ايه اللي ما نحبوش فيه ايه اللي ما يتحبش في ربنا كل أسمائه كل صفاته كل أفعاله تحب
فهو يحب لذاته جل وعلا، فهو الجميل الذي منه كل جمال. يا جماعة الإنسان لما بيشوف طفل صغير جميل بيضحك كده بيعمل حركات مش عارف ايه يحبه صح؟ ما تعرفش اول ما تشوفه تحبه، ما تعرفش مين وابن مين وبتاع ايه. هو اول تشوف صورة، بس صورة بنت كده مسرح لها وجميلة وبيضة وبتضحك وبتاعه على الفيسبوك، بتشوفها كده تروح مشيرها وعدنا يا رب، فاهم ازاي؟ وحب تحبها جدا، تحطها في بتاع وتنزلها، ما تعرفش تحبها ليه، ما تعرفش عنها حاجة غير الشكل بس. طب البنت الجميلة ديت، الولد الجميل ده، ده مخلوق من مخلوقات الله. كل جمال في الخلق دال على جمال الله، بل الله تعالى له الجمال التام الذي لا يتخيله أحد، لا يتخيله أحد. لذلك قال بعضهم: لو أن أهل الأرض جميعا كانوا على أجمل رجل منهم كان جمالهم مجتمعا كشمعة، وجمال الله أمام ذلك كشمس مشرقة. فما ظنكم برب العالمين وجماله؟ إذا كان أهل الجنة لما ربنا يقول لهم: هل تريدون شأن أزيدكم؟ قالوا: لم تبيض وجهنا لم تدخلنا الجنة. قال: فأكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. نسوا كل النعيم اللي في الجنة، حور مين وأكل مين وشرب مين وقصور مين، ربنا شيء آخر. النظر إليه هو النعيم المقيم الحقيقي التام. أول مرة يشوفوا ربهم كده شيء رهيب. طب إذا كان الجمال بس بيعمل فيك كده في طفل صغير، طب إذا علمت أن الله هو العليم الذي كمل في علمه، وهو الحكيم الذي كمل في حكمته، وهو الجليل الذي كمل في جلاله، وهو الملك الذي له كل شيء، وهو السيد الذي ساد كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، وهو الظاهر وهو الباطن، وهو الأول وهو الآخر، وهو القدوس الذي تنزه عن كل عيب وعن كل نقص، لا يمسه نصب، لا يمسه لغوب، لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس فيه عيب، ليس فيه نقص، ليس فيه تعب، لا يموت، لا يفنى، لا يبيد، كل الصفات دي ما يتحبش عشانها؟ يتحب لذاته جل وعلا، يتحب لأفعاله. فهو الذي أنزل الكتاب، أنزل القرآن، ألا يحب لذلك؟ هو الذي أرسل محمد عليه الصلاة والسلام، ألا يحب لذلك؟ هو الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة، هو الكريم الذي يرزقنا على معاصينا، هو الذي يرحمنا أكثر مما تفعل أمهاتنا، كيف لا يحب؟ ونعمه علينا تترى لا تنقطع: السمع، البصر، الفؤاد، الولد، المال، العافية، الإسلام، الهداية، القرآن، الدعوة، المسجد، حبه جل وعلا، كل دي نعم. إزاي ما يتحبش؟ إيه اللي فيه ما يتحبش؟ فأنا لو ركزت جامد في صفاته، في أفعاله، في إنعامه، ما ينفعش ما أحبوش، لازم أحبه جدا. وكل ما ركز أكتر في الحياة دي، كل ما أتعلمها أكتر، كل ما حبي ليه يزيد. طب لما أعرف: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أفرض محبتي يكون لله ليس لها نهاية، ليس لها، كما أنه هو الآخر سبحانه وتعالى، فحب المؤمنين قد بلغ الآخر معه جل وعلا. نعم. أخيرا عايز أديك روشتة صغيرة، نعمل إيه في العشر الأول من ذي الحجة؟ ده ليه؟ السؤال البديهي. هديك عنوان شوية أمثلة. العنوان سهل: دور على كل، احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ في العشر الاول هي افضل ايام، مش كده؟ افضل ايام، يبقى المناسب ان انا اعمل فيها ايه؟ افضل الاعمال. افضل ايام اعمل فيها افضل الاعمال، مش كده؟ هنسمينا الدرس ده بطل العالم. بطل العالم هو دوت بقى، اللي هو في افضل الايام هيعمل افضل الاعمال، هو ده اللي يطلع الاول، انه جمع الاثنين. فافضل الايام اختار من الدين افضل الاعمال وركز فيها وعملها هي ديت وتميز فيها. ايه هي بقى افضل اعمال؟ هو كل حديث تجد فيه: احب خيركم، اقربكم، احسنكم. دور على الاحاديث دي كلها وشوف الاحاديث دي بتتكلم في ايه ونفذه على طول، هو ده الواجب. مثال واحد:
أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. خلاص اتفقنا. يبقى إذن واحد الصلاة على وقتها، دي أول عمل هنعمله. والمرأة في البيت تصلي بعد الأذان الصلاة على وقتها. ثم أي قال بر الوالدين، مشروع كبير جدا في العشر الأول من ذي الحجة أنك أنت تركز في بر الوالدين، تركز في بر الوالدين. بمعنى ما ينفعش يوم يعدي من غير ما تعمل حاجة مع الوالد أو الوالدة، مرة هدية، مرة رسالة جميلة، مرة زيارة، مرة عزومة، يعني لازم حاجة، لازم حاجة. مشروع كبير جدا في العشر الأول. ما الإخوة بيركزوا إيه؟ وقفة دعوية، قافلة، طب المسجد، طب الصلاة، طب الصيام. وبعد كده ممكن ما يشوفش أمه غير في العيد، يقول لك يا ابني وتعالى يا ابني ماما في العيد بقى، الله يكرمك، في العيد في العيد. طب قرايبك في العيد في العيد، هو هي كل حاجة في العيد ولا إيه؟ طب على عيدك هتكون الأيام خلصت، هتشتغل إمتى؟ والناس بقى كمان بيزوروا أهليهم يوم أول يوم بالليل، اللي هو كان خلاص المغرب كمان إيه؟ خلص، يعني آخر يوم في العشرة خلص كمان. يعني حتى لو يعني عايز تلحق حاجة زور قرايبك الصبح، طب عملت في آخر يوم في العشرة حاجة، لا ده يجي بالليل يزورهم عشان يبقى دمر خلاص، مفيش لا صلة رحم ولا بر والدين في العشر الأول خالص. كل حياته إيه؟ هنصلي ونصوم خلاص، كل حاجة دي تأجل، مش مهم. في العيد في العيد هكلمك، في العيد ما انا هشوفك، في العيد انت عايزه ايه؟ مشكله. لازم الوالدين دول ليهم معامله خاصه، انسى معامله تانية. لازم تفكر في حاجه جديده تعملها مع والدتك مع والدك، حاجه مميزه، حاجه رائعه، حاجه بيحبوها. روح بص رجل امك مثلا، حاجه جديده. روح بص ايد ابوك مثلا، حاجه جديده. روح هات لوالدك هديه، حاجه جديده. الرسائل اللي بتجيلك، الرسائل الجميله، رسائل الحب والود دي اللي قاعد تبعتها لاصحابك والبنات يبعتوها لبعض، تبعتها لوالدك يا اخي مره كده. نعم ابعت لابويا رساله حب يا عم الشيخ، ابويا يسلمني المصحه. مالك يا ابني خير؟ انت عايز حاجه؟ مش خدت المصروف؟ معلش ما انت معودتوش على كده، اكيد هيستغرب. يبعت لوالدتك رساله حب، ايه المشكله يعني؟ حب بقى اي حاجه مؤثره جدا بقى، بتاعت ايه؟ بتاعت العشاق دي. هي ابعت لوالدتك، ايه المشكله يعني؟ جرب كده اعمل حاجه جديده، يبقى ايه بر الوالدين. قال ثم ايه؟ قال جد في سبيل الله. تعال ندور على حاجه ثانيه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: خيركم من تعلم القران وعلمه. ده حاجه من اعلى العبادات. طب ايه التطبيق بتاع؟ طيب انا كل يوم في العشر الاول هحضر درس الفجر اللي فيه تفسير، يبقى انا كده ايه؟ تعلم القران. او لو ما فيش درس تفسير عندي في الفجر في منطقتي، كل يوم هتعلم حاجه في التجويد، هحفظ نص صفحه في القران، اديني اتعلمت. طب وعايز اعمل علمها بقى، حاجه من الاثنين. اما انا ليا شغل في المسجد، هعمل مجموعه من الاولاد الصغيرين، خمس اولاد، كل يوم احفظهم اي حاجه، او احفظ اخويا الصغير حاجه، او اجيب عيالي في البيت وكل يوم اقعد معاهم اراجع لهم سوره قديمه، احفظهم سوره جديده كل يوم. يبقى انا كده كل يوم تعلم القران وايه؟ وعلمها. ادي مشروع جديد حلو اهو. طيب ايه كمان؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان من احبكم الى الله، قال احبكم الى الله، قال عليه الصلاه والسلام: احب العباد الى الله احاسنهم اخلاقا، احاسنهم اخلاقا. حلو قوي الموضوع ده. ايه رايك تكون دي تجاره ليك في العشر الاول من ذي الحجه؟ طيب ايه هي ميزه حسن الخلق؟ ايه بيتميز عن العبادات التانيه في ايه؟ اسمعني وركز معايا، ان حسن الخلق ده حاجه رهيبه جدا، واللي عايز يوصل الى ربنا من اسرع طريق فعليه بحسن الخلق. ليه؟ لان حسن الخلق لا يكلف وقت ولا مال ولا مجهود. حسن الخلق بيكلف وقت؟ لا. مال؟ لا. مجهود؟ لا. قال بعض السلف: حسن الخلق كلمة طيبة ووجه طليق. أنا كده كده ماشي في الشارع بكلم الناس، بس في العشر أول حقيقة هركز في كلامي، هقول كلام حلو بس. فلان الله ما شاء الله شكلك جميل النهارده، لبسك جميل، ربنا يكرمك، ربنا يرضى عنك، ما تيجي تصلي معانا، إيه رأيك تحضر معانا النهارده درس؟ مش هقول غير كلام طيب. وأنا بتكلم هبتسم. هتعود إن أنا أبتسم 10 أيام، عامل كده. ابتسم في وجه كل الناس. واحتسب. ده أجر، أجر. ابتسم مش هقعد أضحك، بقول لك ابتسم بس، ابتسم بس، تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة. بعض السلف زاد بقى، قال: وكف الأذى. سهلة دي، الحمد لله إحنا ما نأذيش حد، تأذيش حد،
حاول تبعد عن أي حاجة تأذي حد، ابعد عنها. وزاد بعض السلف قال وتحمل الأذى. معلش تعال على نفسك، أي حد يأذيك في العشرة دول عديها، عديها لغاية ما العشرة عدي وبعد كده هتعديها. أيوه كمل يعني. المهم إيه؟ أربع حاجات كلهم ما بيتعبوش: كلمة طيبة، وجه طليق، كف الأذى، تحمل الإيه؟ الأذى. صعبة دي. طب إيه بقى ميزة حسن الخلق؟ قلنا لا وقت ولا مال ولا جهد، زيد عليها. حسن الخلق يوصل إلى درجة الصائم القائم كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يبقى أنا لو أثرت في الصيام، أثرت في القيام، ممكن بالحسن الخلق أعدي كل دول. حسن الخلق بيعمل إيه؟ بيخليك تقعد جنب النبي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يبقى إيه رأيك؟ تجارة رابحة ولا تجارة رابحة؟ مش هشتم ولا شتيمة في العشر الأول من ذي الحجة. مش هقول الكلام اللي هو الأبيح أو العيب خالص. مش هغتاب حد، مش هنم على حد، مش هسمع أغاني، مش هتفرج على مسلسلات وأفلام. هيكون بس حاجة حلوة كده، حاجة حلوة ماشية في العشر الأول من ذي الحجة. فإيه؟ حسن الخلق من أفضل الأعمال اللي تعملها في الإيه؟ في الأيام الفضيلة ديت. تعال ندور على حاجة تانية. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. يلا دور بقى على عمل كده ايه سرور تدخله على مسلم. العمل الاجتماعي كله باب مفتوح. حاول في العشر الاول تشارك في عمل اجتماعي، او حتى انت تعمل مع نفسك، لف على بيوت فقراء اديهم 20 جنيه 20 جنيه، هيتبسط، هتلاقيهم فرحانين جدا، واخد بالك؟ يعني ان شاء الله حتى تمشي كده، تمشي مع الاخ المسؤول بس في 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 الامر ده، تروح للناس تقول لهم كلمه طيبه، طالما ربنا يصبركم، ربنا يقويكم، ربنا يزيدكم، يا ست الحاجة خلي بالك لبسي بنتك الحجاب كده ربنا يرضى عنك، خلي بالكم من نفسيكم، احنا في العشر الاول على ست الكل. الكلام ده بيفرحهم قوي. بس حد معبرنا، مش بس يتعاملوا معانا فلوس وخلاص، لو عايز حاجه احنا تحت امرك، انا زي ابنك والله. كلام ولا هتديها حاجه في الاخر، كلام ببلاش، بس الكلام ده احلى من الفلوس عندهم. الناس كلها بتعاملهم ناشف قوي، خد يا حاجه يلا الله يسهل لك. كلمة يا أخي، كلمة حلوة يا أخي أحلى من الفلوس. يبقى أنا أدخل السرور على الناس زي أدور على واحد صاحبي عنده مشكلة أحاول أتدخل فيها أحلها، أشوف مشكلة عندنا في العيلة أحاول أحلها، أحاول إن أنا أجيب هدية لواحد كان نفسه فيها، أحاول أسأل في واحد بحب مثلا نفسك فيه كده من وراه كده وأعرف هو كان بيحب إيه أجيبها له. إعمل تكشف عنه كربة، سد الدين واحد، أقف مع واحد في دينه، دور على حاجة كده سرور تدخل على مصر. بص أنا بفتح لك آفاق أهو، بس مش كل الناس هتقدر تقوم وتصوم وورد قرآن، مع ان دي الاساسيات طبيعي، بس انا بديك افاق اخرى للعمل الصالح. تعال نشوف بقى عمل مميز جدا. قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. العمل ده عمل مميز جدا. خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهله. زوجتك مشروع من مشاريع العشر الاول من ذي الحجة. ولادك مشروع من مشاريع العشر الأول من ذي الحج. تميزك مع دول هو تميزك مع الله سبحانه وتعالى. ليه؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهل؟ اشمعنى بالذات؟ لأن الإنسان يمكن أن يصطنع، يحتاج إلى أن يتصنع الصلاح والخير والأخلاق في أي مكان إلا في البيت. يعني في المسجد لازم أعمل محترم وأبقى شيخ وبتاع، في الشغل برضه وضعي ما يسمحليش والمدير والزملاء، في الشارع وفي التجاره وفي بتاع اصلا لازم الناس تعاملني كويس وبيحترموني، وانا اصلا هم بيعاملوني عشان عارفين ان انا راجل محترم وكده، ما ينفعش اقل معاهم. بتتصنع في اي مكان، لكن ايه المكان اللي انت ما فيش اي مصلحه فيه؟ البيت. زوجتك خلاص اتدبست، مفيش امل. انت كنت بتتصنع في الخطوبه يمكن في كتب الكتاب شويه، بعد الدخله عرفت الحقيقه، مفيش اي حاجه انك انت تتجمل، خلاص مش عايز منها حاجه، لا هيهديني ولا يرقيني ولا في مصلحه، تمام؟ ولا انت عايز منها حاجه، ولا حتى ولا بتصرف عليك، ولا انت محتاج منها، هي اللي محتاجاك، وهي فقيره، وهي اقصد يعني ضعيفه، ولادك مش محتاج منهم حاجه، لا بترجو منهم شيء ولا بتخاف منهم من شيء. يبقى هتحتاج تتصنع شيء؟ مش هتصنع. يبقى وجهك الحقيقي هو الوجه الذي في البيت. فاذا كنت افضل واحد في البيت يبقى انت افضل واحد بجد.
يبقى احسن مرايه ليك هي زوجتك. لو زوجتك شايفاك راجل كويس وانت راجل كويس، شايفاك راجل مش كويس وانت راجل مش كويس، خليك صادق مع نفسك. عايز تعرف عيوبك بجد، روح قول لمراتك ايه عيوبي. بس ايه، زي ما قلت لك قبل كده، ما تكونش ايه لا خايفه منك ولا عايزه منك حاجه. لو عايزه منك حاجه هتقول لك سيدي الرجاله، والله والله ما في شيء، ما في، والله ما قصرت، والله ما قصرت. هو لو خايفه منك برضه هتقول نفس الكلام. لا خليها كده، اديها الامان وبعد كده يسالها سؤال. كل ما اقول الموضوع ده في مسجد اخوه بيزعلوا، بيزعلوا جدا، بيقولوا لي على فكره الشيخ عايزين نبيعك لشيء. بيقول لي اخوات حاضرين الدرس ده على فكره. بجد مش تقولوا لي، واخد بالك؟ واحد جالي بعد درس مره قال لي شيخ انت سلمتني تسليم اهالي كده. ربنا يسامحك. قلت له انا مالي، انت عندك مشكله بقى عامل لك ايه؟ خليك صادق مع نفسك، ما انت تعرف الموضوع ده دلوقتي احسن تعرف يوم القيامه، مش كده؟ تعرف يومك النهارده احسن ما تعرف. حاسبوا انفسكم قبل ان احسن مرايه ليك هي بيتك. يبقى انت كويس في بيتك، يبقى انت فعلا احسن واحد. طيب انا مش عايز اطول عليكم، لكن اديتكم مفاتيح، بس اديتكم مفتاح واديتكم ابواب. المفتاح هو المحبه، وادي الابواب، احب اقرب احسن خيركم عيشوا بقى. وكل واحد على قد حب ربنا هيجتهد في الايه، في الابواب اللي انا قلتها ديت. نسال الله ان يملا قلوبنا بحبه جل وعلا. قل خلاص استغفر الله.